السلام عليكم. نحن الآن نتواجد بمركز التصحيح بثانوية واد الذهب مديرية الخميسات بعد الانتهاء من التصحيح الامتحان الجهوي. توصل المركز هذا الصباح يوم 10/6/2021 بأوراق تحرير مادة الرياضيات، وتم الشروع في تصحيح هذه الأوراق كما هو منصوص عليه في دفتر المساطير المنظمة لعملية التصحيح، حيث قمنا بالتصحيح التجريبي على عينة تحتوي على 6 إنجازات، والأساتذة ما زالوا مستمرين في هذه العملية، وقد تجند جميع المتدخلين لهذه العملية لما لها من دور إيجابي في تحديد التعلمات. في المركز ديال التصحيح اللي هو واد الثانوية التأهيلية واد الذهب، احنا بصدد الآن دابا التصحيح ديال بعض النماذج ديال الأوراق، يعني من 6 ديال الأوراق الفوق، 6 ديال المرشحين الفوق. أولا بدينا بعدا بتصحيح جماعي، حنا جماعة يعني الامتحان كله من الأول، يعني باش نتفقوا على طريقة ديال التصحيح، وقبل داكشي خصنا نتفقوا على الإجابات بعدا. دوك بالنسبة للإجابات وقسمنا مع السيد المفتش كيفاش كل سؤال، يعني النقطة اللي كتعطى لكل سؤال تقسم على حسب الإنجازات ديال التلميذ، على حسب دوك البارام اللي عندنا راه كيتقسم، يعني الا كان 0.5 لشي سؤال راه كيتقسم الى 0.25 الى اخره، 0.75 كيتقسم الى نقاط صغارين، يعني 0.25 0.25 0.25 اكسيتيرا. اتفقنا على قلنا على هاد على البارام، يعني البارام المقسم او البارام المفصل. والان دابا حنا كنصحوا الوريقه ديالنا، كل واحد شد الورقه ديالو، كنصحوا كل واحد كيصح بوحدو، وباش من بعد نجمعوا هاد يعني هاد التصحيحات الجامعيه ديالنا، ونشوفوا الفارق اللي كاين ما بين يعني ما بين كل مصحح. وهنا غادي مع السيد المفتش غنشوفوا يعني شنو، واش كاين شي فارق كبير ولا لا، باش نعالجوا الاخطاء ديالنا باش في بقيه الاوراق الاخرى يعني يكون واحد التصحيح يعني مناسب، وما نظلموش التلاميذ، يكون ما يكونش فارق كبير بيناتنا. مراحل هذه العمليه نبدا اولا بتصحيح هذا موضوع الامتحان، ثم يقوم الأساتذة على شكل لجان التصحيح بإنجاز تصحيحات تجريبية على 6 عينات على الأقل. بعد الانتهاء من تصحيح هذه العينات يتم فتح نقاش حول الفوارق الموجودة بين المصححين، والهدف منها هو توحيد التصفور لتصحيح هذه العملية. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.